مشاهدين مرحبا بالأشقاء في ليبيا وخارجها. سي العربي في قراءة أولى طبعا للتشكيلتين وللرسم التكتيكي لكل مدرب في مباراة دربي لقاء أجوار بين الاتحاد والأهلي لكرة القدم. الاتحاد الذي منستيري طبعا رغم الغيابات، وباش نرجع للغيابات مع سي العربي المستيري وتعليقه على طبعا تأثير هذه الغيابات على الاتحاد، وفي المقابل طبعا ثراء الرصيد البشري والخيارات اللي يطرحها عودة فهمي بن رمضان. في المقابل يتواصل غياب القائد زياد مشموم، يتواصل غياب فادي العرفاوي، كذلك يوسف العبدلي. يعني المعطى هذا كيفاش تراه اليوم أباع الليبي وتوزيعة فهمي بن رمضان؟ ما استقبلهاش كما ينبغي الغاني شافيو ماموني. ترجع الكرة لصالح الفريق الاتحاد الذي منستيري مماس لفايت الفريق الليبي. علي معتوق من بين العناصر الدولية في تشكيلة الفريق الليبي. ترجع الكرة لصالح الاتحاد. روجي حتى طبعا يضمن أوفر الحظوظ للعبور إلى الدور القادم، وبالتأكيد باش يكون عندها انعكاسها على بقية مشوار الفريق سواء في البطولة أو في بقية التزاماته. ونذكر أن الاتحاد الذي منستير فهمي بن رمضان ينفذ التماس في اتجاه الياس جلاسي. جلاسي ممتازة في اتجاه المحيرسي، لكن أسبق منه ويسام بوسنينة. ويرجع الهجوم لصالح الفريق الليبي، وثم كرة لصالح الاتحاد الذي منستير زياد العلوي. زياد العلوي تصديق التوزيع من زياد العلوي ومعتوق يبعد الكرة. ما زال الضغط من جانب الاتحاد الذي منستيري الفريق الليبي. تبادل الكرة بين لاعبي الأهلي وفي سجله طبعا دور نهائي في كأس الأندية البطلة رابطة الأبطال في نسختها القديمة عام 84 مع فريق الزمالك المصري. خسر طبعا الأقني. إذا كان طبعا هو صاحب الهدف ومؤكد يعني معنويا عنده تأثير إيجابي على لاعب يبحث على طريق الشباك منذ حلوله بالمنستير. كرة تقطع من حسام تقاع. حسام تقاع يحافظ على حال الاتحاد من الهادي خلفه. ما يفهموش الياس جلاسي. تخرج الكرة من مفتاح محمد، وثم راية من المساعد على أمل كما قلنا أسبقية هدف. إن شاء الله يجي هدف آخر لأنه باش يعطي راحة أكبر للاعبي الاتحاد الذي منستيري في انتظار طبعا بالنسبة لهذا اللاعب الإيفواري. أكيد قاعد يتحسن من ناحية البدنية، قاعد يدخل في المنظومة معنا في التنشيط الهجومي تلقاه في المنظومة الدفاعية تلقاه عنده معنا شي لازمو يعملوا ما له وما عليه معنا يعرف بالضبط. ولا يعرف بالضبط. بعد زوج ثلاثة مقابلات يولي يعرف شنو هو يلزمه يعمل في الملعب. تبقينا معناها التمريرات اللي لسعد جردة يواصل بنفس المجموعة بنفس التركيبة اللي يبدأ بها. إذا تنطلق المباراة لصالح الفريق الليبي. قلت بالنسبة للاتحاد الذي منستيري بشير بن سعيد فهم أخرى إن شاء الله. هو بالنسبة كما توقعنا بالنسبة لأهلي طرابلس خير بشوي يرجع للخطة متاع 4-2-3-1 مع تعويل على جناحين، خلى شوية فراغات في وسط الميدان ما كانتش موجودة في الشوط الأول، ولحد الآن الاتحاد قاعد تستغل في الفراغات هذه كما يلزم. هذه البنزرتي مع دريس المحيرسي. جابريال كاك في محاولة المرور. مازال الهجوم لصالح الفريق الليبي. التوزيع من رقم 20 علي معتوق الليبي عن طريق عبد الله عبد الرحمن يحافظ على كورته في اتجاه غنودي. موجود ما قدرش ولا معاش عنده حتى خيار الا البحث على التهديف، وهذاك باش يخلي مساحات بالنسبة للاتحاد. هنا التركيز واجب.